معاك كابتن، كانت في مباراه الاهلي والشرقيه للدخان اعتقد مواليد 2003، مش فاكر مواليد كام بالظبط، انا كنت اتفرج عليها، واكيد انت اتفرجت على الفقره اللي شرقيه الدخان تعادل في الدقيقه، الهدف اللي الحكم احتسبه وبعد كده رجع تاني لغاه بناء على حمل. لو عندكم يا جماعه يا ريت تجيبوه، مهم قوي. وبعدين فرقه شرقيه الدخان كلها في نص ملعبها بيهنوا بعض، حوالي 7-8 منهم، والحكم استأنف المباراه، سنطروا لعيبه النادي الاهلي، راحوا ما عندهمش حد، بصوها جابوها جون، واحتسب الحكم الهدف. لولا بعد فتره يعني المساعد انقذ الحكم، كابتن المساعد الاول هو المساعد الاول الحكم، ولغى الهدف، حتى اتحطت على السوشيال ميديا انه الهدف احتسب، وتعرف بقى التعليقات والكومنتس. طبعا المباراه استكملت بعد كده، كان في وقت ضايع كتير، والاهلي نجح انه يسجل هدف في الوقت بدل الضايع. لو شرقيه الدخان جاب الكره من الشبكه وسنتر كابتن عمل اللي هي استئناف اللعب ده كابتن، خلاص الهدف اتحسب، كانت بقت كارثه الكوارث. لو الاهلي قصدك الاستئناف، لو الاهلي نعم، لو شرقيه الدخان جاب الاهلي سنتر كابتن، الاهلي الاهلي جاب الجول، لو قصدي لو شرقيه الدخان سنتر كابتن يعني جاب، ما اعترضش وجاب اللعبه ومشي وخلاص، ما يقدرش يرجع في قراره. فكويس ان هم وقفوا واعترضوا عشان يرجع في قراره. فلكن دي كارثه ليه؟ لان دي قلب في القانون، قلب في قانون التحكيم. انا يمكن 12 سنه حكم، لا تبدا المباراه الا بوجود كل فريق في منتصف ملعبه. فازاي انت كراجل حكم شايف اللعبه بتحتفل هناك؟ الفريق كامل يا كابتن، ما يبقاش لعيب واحد بس في نص ملعب النادي، في نص ملعب الخصم، فما بالك بفريق كامل. كامل داخل خارج منتصف ملعب. بحاول اجيب لك اللعبه، الاهلي سنتر وجابوا الحكم صفر جول، ومفيش ولا لاعب في شرقيه الدخان كابتن من شرقيه الدخان في منتصف ملعبه. في لاعب واحد من شرقيه الدخان بس في منتصف ملعب الاهلي برضه غير ما هو بقول لك، لو لاعب واحد لازم جميع اللاعبين يا كابتن في 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 منتصف ملعبه. فتش عن المجاملات في التحكيم يا كابتن، كلمه لا بصراحة. دي مش مجاملات، لا في بتحصل، لا هي مش مجاملات، لانه كان حاسب قبلها بثلاث دقائق بينالتي على النادي الاهلي. لا المجاملات من لجنه الحكام، لا على التعيينات. فكره انا على فكره سالت على الحكم ده، اظن اسمه خالد حافظ، واكدوا لي انه حكم كويس جدا، ممكن يعني اكدوا لي انه من الحكام الممتازين يعني، وانه شاطر، وانه بس هي الحقيقه هو خطا لا يغتفر بصراحه. وارد محمد خالد وارد لا خطا لا يغتفر يعني، هو ده خطا انت مش عارف القانون، فتخيل ده لك مثلا في ماتش دوري ممتاز. ما بقول لك كده، الف ب في القانون يا كابتن، انت لسه حكم بتدرس في الحاجات الخفيفه زي رقم 1 2 3 في بدايه التعليم للولد الصغير. نفس الكلام، لا تبدا المباراه الا اذا كان كل لاعب كل فريق في منتصف ملعبه بالكامل. يعني فانا بقول لحضرتك يا كابتن، لا في مجاملات يا كابتن بتحصل في التعيينات واسناد المباريات. انا بشوف ماتشات ناشئين يا كابتن، بشوف حكام بصراحه ما لعبش، ما انت بتجرب ممكن يعني حكم ما لعبش كوره بس يبقى حكم يعني، في مدير فني وفي مدربين كويسين جدا ما لعبوش كوره، وفي حكام ما لعبوش يعني ما تعرفوش في الكوره وكويسين وعندهم ايه الاحساس والكلام ده كله والناحيه الفنيه، لكن في حكام كتير جدا بشوفهم يا كابتن بيبوظوا الماتشات وبيتعاملوا باسلوب سيء جدا مع المدربين ومع اللاعبين. فانا وجهه نظري ان في مجاملات يا كابتن بتحصل في لجنه الحكام. بس انا بثق في كابتن توفيق السيد كمان، من الناس المحترمه جدا جدا. هو توفيق كويس بس بصراحه يعني، فنتمنى بس انه المنظومه تبقى منضبطه من الصغار للكبار عشان يبقى في نجاح بعد كده باذن الله.